السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 29 سبتمبر 2022، انا كنت واجد قرب ماكدونالدز ديال الداخلة بعد ما صورت لكم واحد الفيديو على كيتيا، فيديو قصير. بغيت غير نوريكم هذا الفيديو، هذا كنديرو تضامنا مع الجمهور ديال حسنية كادير، بما انني حتى انا فاش كنت صغير كنت كندخل التيران ديال الانبيعات، ولكن حنا كنا كنتمشاو غير واحد شويه وكنوصلوا للتيران، ولا كنا كنسلتو في الطوبيس. المهم هادشي راه كله دوزناه. دابا شوفوا معايا المسافه اللي غادي يضربوا الجمهور ديال حسنية كادير، شوفوا معايا المسافه اللي غادي يضربوا من هنا. دابا انا غادي نضربها بالطوموبيل، ياك غنقول لكم شحال من كيلومتر غادي يضربوا. المسافة هادي كاملة غيضربوها باش وصلوا للتيران. بالنسبة للقاء، اللقاء غادي يكون ضد فريق مولودية وجدة يوم الأحد، جو بونس يوم الأحد على الساعة 8:30 ليلا، 8:30 ديال الليل. إذا هادو غادي يضربوا هاد المسافة هادي كاملة على رجليهم. انا صراحه ما عمري دخلت لهاد التيران هذا، ما عمري دخلت ليه، جو ني با لانتونسيون انني ندخل ليه. تقريبا هنا كاينه غير كلشي كيلومتر ولا جوج كيلومتر ديال المسافه اللي غادي تكون. كاين هنا شي رون بوان، كاين رون بوان. هو هذا التيران عاد خصهم يمكن يمشيو، عاد واش كيدوز كيدوز يمكن من هاد الحجر هذا. المهم هو التيران، هو هذا التيران هنا. راه كاين واحد جوج كيلومتر باش يوصلوا لهنا. واه شحال ديال المسافة، المسافة اللي كاينة. أنا وصلت، نحاول ندير شي فيديو هنا. شكرا لكم.